يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر عند فئة من الشباب والمراهقين أساور يقومون بوضعها في أيديهم، وهي من البلاستيك أو من الحديد وأحيانا من الفضة، ويدعون بعدم اعتقادهم فيها، فما الرأي في ذلك وفقكم الله؟ لكن هذا فيه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء حرام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، فلو لم يكن فيه اعتقاد فهو تشبه وهو حرام ولا يجوز لهم هذا. وهذا تأنث أيضا، لبس السلاسل ولبس الأساور هذا من التأنث، ما يجوز للرجل أن يتأنث ويلبس ملابس الأنثى. هذا إذا قلنا أنه ما هو يتشبه بالكفار، لكن الظاهر أنهم الآن يتشبهون بالكفار، يلبسون السلاسل هذه والأساور لأن الكفار يلبسونها، فيكون هذا متشبها بالنساء ومتشبها بالكفار، وهذا ملعون على فعله، لا يجوز هذا. نعم.